شكرا إذاعة أنفاس ورمضان مبارك سعيد. أما بالنسبة لحديد الساعة اللي هو هذا الأيحة ديال السي وليد الركراكي اللي هو تقريبا واحد 24 لاعب كانوا شي يعني بالنسبة لآخر كومبيتيشن ديال كوب دافريك يعني تسعود ديال اللاعبين اللي ما تمش المناديه تعلم، ولكن هاد التسعود راه فيهم واحد ثلاثه بعدا اللي خصهم يعرفوا الناس راهما بليسي اللي ما يمكنش بحال المزراوي بحال بوفال ومزراوي بوفال والصابري، دونك هادو بارمي لي بيلي ديال ليكيب راه ما يمكنش ما تعيطش لهم. ابار هاد الوفي ديال الجدد مثلا بحال كنشوفوا لاعبين شباب بحال الياس بن صغير، الياس اخو ماش، يوسف الخديم، وتبارك الله اللاعب الكبير اللي جا دابا اللي اختار المغرب اللي هو ابراهيم دياز، والعوده ديال الرحيمي اللي كانت منتظره بصراحه بهذا الشيء اللي تيخدم. انا الا جيت نشوف الا جينا نشوف واحد التقييم ديال هاد بارفوت تشوف الناس يقولك علاش نصيري نو ما خصوش يعيط على نصيري. شوف نصيري هذا بالنسبه لي هادو اللي عيط لهم ولا هاد لي جون غير تيقولك لعاب عنده بحال دابا هاد اللاعب ديال موناكو الياس بن صغير تيقول لاعب عنده 17 18 عام، ما يمكنش علاش لعاب 18 عام ولا 17 يكون عنده 16 عام ولا كان غيعطي ان بليس، علاش لا؟ علاش كتشوف مثلا في البارسا لعاب عنده 17 ايام الا من المغرب راه تيلعب ولا في الدوريات الاوروبيه، ودابا هو باقي تيجي هو وليد الركراكي خدا يعني دروس من الكوب دافريك اللي داز، حتى هو راه تيقول باش كيعجبك سي وليد الركراكي تيقول لك انا درت اخطاء، ماشي بارفو تلقى شي مدربين كاع راه تيخسر تيبدا يلصقها في اللعابه، هو ما عندوش هذا الشيء تيقول، دونك حتى هو خدا دروس. وحنا مقبلين على كوب دافريك لان حتى هو كاين دي بوست بحال دابا مثلا كتلقى بالنسبه لي انا كنشوف ميليو تيغان هاد ابراهيم دياز، غير هو بارفو تيكون عندك لعابه بزاف، ولكن الحاجه اللي زوينه في ليكيب ناسيونال دابا ولاو عندنا لعابه بزاف تيلعبوا في الاوروب يعني في مستوى عالي في دوريات يعني في الاونيفو، ولكن تيكون عندك لعابه بزاف اللي تيربح في الحرب ماشي اللي تيكون عنده العسكر بزاف ملي تيعرف يوظفهم، وهنا غير الا توظفوا هاد اللعابه كما ينبغي راه غادي تكون بليس، سيرتو مقبلين على الكوب دافريك ان شاء الله هنا في بلادنا اللي ديما حنا عندنا هاد العقده ديال كوب دافريك، مازال كوب دي موند راه اغلبيه تنتهلو هادي، وما يمكنش الناس غايقول لك المغرب غايدي كوب دي موند ولا هادي، على الاقل تنقولوا غير دزنا غير الدور الثاني، ولكن كوب دافريك ما عندكش العذر اللاعب في بلادك ان شاء الله وخصك تديه، يعني ما يمكنش لاعب كيما تنقولوا حنا الدعامي ديال الجو العامل. وكاينه واحد الحاجه عاوتاني اللي هي ان شاء الله في بالنسبه للرحيمي، الرحيمي بصراحه في هذا الشيء اللي تنشوفوا يعني اكبر ربح دابا لحد الساعه تنشوفوا العوده القويه ديال اللاعب الرحيمي اللي ان شاء الله حتى هو شتي المباراه الاخيره ضد النصر السعودي اللي داز وكاع الصحافي تيبان لك ليلا غموزي وكاع تيبكي، علاش؟ لان بحال بالنسبه لي تيحس بالحكره ولكن سي با سا، لان حتى وليد الركراكي راه بالنسبه للمدرب راه ما يمكنش غادي الخاطر كلشي، بارفوا تيكون حتى الزلزولي هو ما عايش، ولكن الزلزولي سمعنا غير توطالو بان راه مع الايفان 3، دونك هادو لعابه اللي مهمين، دونك غير هو خص غير التوظيف ديالهم يكون في المستوى العالي. وكاين واحد جوج مباريات راه جايين ان شاء الله في مارس في لو 22 في لو 26، حتى هو بالنسبه لهاد اللعابه حتى هما باش يبينوا المكانه ديالهم، وبالنسبه غير اللي تيعرفوا هاد اللعابه بان باش تحمل القميص ديال الفريق الوطني قال لك بورتي لو ماروك تاع لو نور ميتان دو فرا، ماشي ساهل وشرف ليك حتى خصك تعطي لي ماني بي باش دير بلاص. اسماء معروفه جدا ولكن بعض التغييرات اللي هي اللي طفيفه، وكانت المفاجاه هي اللاعب اللي كلشي كان كيطمح ليه للشعب المغربي اللي هو دياز، والرجوع ديال الرحيمي، لان هاد جوج ديال العناصر اللي هما في حقها غادي يعطيو واحد الدفعه للمنتخب المغربي، ولا سيما في هذه المباراه الاعداديه لانهم خصهم انسجام باش يجوا لاعبين مثل هادو. رحيمي عارف الاجواء ديال الكره ولا المنتخب المغربي، دياز اللي خصو لادابتاسيون، ولكن ان شاء الله بحكم هاد جوج مباريات اعداديه اللي تنادى عليهم ان شاء الله غادي. وزايد ان اللاعبين اللي هما صغار في السن، هاد اللاعبين اللي هما الخديم ولا اخو ماش ولا الياس الصغير، هادو اللاعبين اللي في حقها كنتمنى من ماشي تنادى عليهم باش يتنادى عليهم باش تعطاهم الدقائق في رجليهم ويتلعبوا، على اساس انهم نشوفوا اول حاجه حنا كشعب مغربي نشوفوا الامكانيات ديالهم، ثاني حاجه التاقلم ديالهم، ثالث حاجه نشوف مدى الامكانيه انهم يكونوا رسميه. اللي في قراءتي مره اخرى لهذه اللائحه هو اللي غنخدموا عليه هو كان غيابات، وغيابات فاش هاد الغيابات اللي كنقولوا العميد الفريق، عميد الفريق كنعرفوا الدور الفعال اللي كان كيلعب، اذا الا كنا غادي هذه المباريات غنشتغلوا على قلب الدفاع.
الى في المنتخبات الى عندك حارس مرمى في المستوى، لان هو اللي عندنا، لان عندنا بونو وبن عبيد والمحمدي، لان الحراس في المستوى العالي، زائد الدفاع اللي كان في مستوى كبير، واحد الثنائي اللي هما اللاعب نايف اكراد وسيس، غادي يكون سيس ما كاينش، ولكن بغينا هذه الاسماء الجديده، لا ماشي جديده، جديده وقديمه، لانهم لاعبين شباب تعطاهم الفرصه في جوج ديال المباريات. الا كان واحد كانت واحد لونطونج ما بين هاد اللاعبين، عندي اليقين ان جميع الخطوط غادي تكون متوازنه، وكنتمنى ان هادشي هاد اللائحه تجبلي بلاء الحسن سيرتو للشعب المغربي. سي هشام، بغيت نسولك على اللاعب البحال اللي كيفاش كتشوف الحضور ديالو في اللائحه؟ هو هي نسبه قليله، لان اللي هاد المره كنشوفوا غير لاعب واحد، ولكن هذا ما يعنيش هادي اللائحه النهائيه، لان مجموعه ديال اللاعبين اللي هما محطوطين تحت الانظار ديال المنتخب، وراه كيشوفهم ديما قراب، ماشي في اي لحظه يقدر تنادى عليهم، بالعكس خصنا نشوفوا هاد اللاعبين الجداد اللي خارج ارض الوطن نتعرفوا عليهم، هما حتى هما في نفس الوقت يتعرفوا على الاجواء ديال المنتخب المغربي. واش يمكن لك تقول لنا على الجاهزيه ديال اللاعبين؟ واش النادي ولا اللاعبين يجيو النادي ولا الاسماء، ولا ان اللاعب اللي جاهز هو اللي يلتحق بالمنتخب الوطني؟ هو العتاب اللي كانوا عاتبوا الوليد الدراقي، وبعض اللاعبين اللي مشى بهم كاس افريقيا، كان معظم ديالهم ولا واحد مجموعه كبيره كانت مصابه، اذا من المصابه ما كتقول لك ان الجاهزيه ديالهم ماشي في 100%، وحنا كنقلبوا على اللاعب الجاهز، اذا هاد اللاعبين اللي تنادى عليهم كلهم كيمارسوا كلهم كيلعبوا، اذا هنا بدات كاينه رؤيه جديده، كاين عمل جديد، كاين استراتيجيه جديده، لان السمعه ديال كره القدم المغربيه ولا المنتخب المغربي راه طلعت للسقف العالي، ما خصناش ننزلوا، خصنا نبقاو ديما اما نستقروا اما نزيدوا الامام، اذا في ظل هذه المولادات ديال هاد اللاعبين اللي في الجاهزيه التامه، عندنا استراتيجيه واضحه ان شاء الله باش يكون في احسن مستوى المغربي، والمنتخب المغربي راه الا كان مزيان انت اثر على جميع المجالات. اولا انا ماشي تقني باش نعطيك ملاحظات تقنيه محضه على اللائحه اللي اختار الناخب الوطني وليد الركراكي، ولكن كاعلامي نقدر نقول لك ان واحد من المكتسبات ديال الصحافه الرياضيه اللي هي الندوات الصحفيه اللي تقييم الحصيله اولا ديال المشاركه المغربيه في الكان، في كل كان كانت هذه الندوه اصبحت تقليدا راسخا في ادبيات الصحافه الرياضيه منذ سنوات. مشى هذا المكتسب. المكتسب الثاني اللي مشى هو هذا ديال الندوات الاعلان على اللائحه، انا ما عرفتش ولات اللائحه كتوصلوا بها عن طريق منصه التواصل الاجتماعي، ولينا كنسولوا ما حقيقه هاد اللوائح اللي كيتحطوا، لان اسهل حاجه هو انك في منصه التواصل الاجتماعي تقدر دير واحد يكون عندك واحد المنصه اللي ما صحيحاش وتقدر تروج بها اخبار زائفه. المهم هذه ملاحظه بعدا لابد من الوقوف عندها قبل ما نتكلموا على اللائحه اللي كما قلت لك ما نتكلمش على الجانب التقني، لان الناخب الوطني اولى والتقنيين اولى مني بهذا التقييم اللي بالنسبه لي انا اللائحه اللي كان المخاوف ديالي من اللائحه هو هذا الغياب ديال اللاعب المغربي، اللاعب المحلي، هما كلهم مغاربه، اللاعب المحلي اللي كيغيب والغياب ديالو كيخلينا نتسائلوا على البطوله الوطنيه، مدى جوده المنتوج الكروي الوطني، البطوله الوطنيه اللي كانت كتادي حتما كانت جسر كتادي المنتخبات، الان ما بقاتش كتادي المنتخبات، حتى العنصر الوحيد اللي تمت المنادات عليه فهو حارس ثالث اللي غادي يكون. اذا هذه هي المخاوف ديالي، كاين القلق الجانب المهني والجانب الاعلامي، وكاين قلق على البطوله الوطنيه اللي نتمنوا انها ترقى لواحد المستوى كبير باش تعود فعلا رافد من روافد المنتخب الوطني.